بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان النهايات للسنة الثانية ثانوي رقم 5، كما أنصح به شعبة العلوم التجريبي والتقني الرياضي والرياضي، كما أنصح به كذلك شعب السنة الثالثة ثانوي لأن يحتاجون هذا العنصر، حيث قال احسب ما يلي: ليميت إكس مربع ناقص 4 إكس على زائد 3 على إكس ناقص 3 لما إكس يؤول إلى 3. إذا لننطلق على بركة الله. لو نعوض هنا تعويض مباشر بالعدد 3 3 3 سوف نجد في البسط كم؟ 3 مربع اللي هو 9 ناقص 3 في 4 اللي هو 12 زائد 3 على 3 ناقص 3 اللي هو 0، معناها تعطينا 0 على 0، وهذه غير موجودة في الرياضيات، 0 على 0 اللي هي حالة عدم التعيين. كيف نزيل حالة عدم التعيين يا أبنائي لما نجد 0 على 0؟ تقول القاعدة: إذا كانت العبارة التي في البسط كثيرة حدود والتي في المقام كثيرة حدود أو ثنائي الحد، المهم ليست جذرية أو كوس أو سينس، فهنا نستغل طريقة الاختزال. كيف طريقة الاختزال؟ معناه نأتي بالعبارة الكبيرة التي هنا موجودة في البسط، نقوم بتحليلها. دققوا ما معناه هذا الاختزال. بما أن هذه عبارة من الدرجة الثانية، نحسب لها مباشرة المميز، فتصبح لنا ماذا؟ ب مربع ناقص 4 في أ في سي. الب هو العدد المضروب في الإكس مربع، ما تصبح لنا ناقص 4 مربع اللي هو 16 ناقص 4 في الأ هو العدد المضروب في الإكس مربع في السي هو الذي لا يوجد له إكس، فتصبح لنا 16 ناقص 12 يساوي لنا 4، 4 أكبر من الصفر، تصبح العبارة لها جذران، فيصبح لنا إكس أولا تصبح لنا جذر دالتا يساوي لنا 2، يصبح لنا إكس واحد يساوي لنا ناقص ب ناقص جذر دالتا على 2 أ، يصبح لنا ناقص ب، الب هو ناقص 4 مع الناقص ب هنا تصبح لنا ماذا؟ 4 ناقص جذر دالتا اللي هو ناقص 2 على 2 في 1 اللي هو 2، فتصبح لنا 2 على 2 ويساوي لنا 1، هذا الجذر الأول. الجذر الثاني اللي هو إكس 2 يساوي لنا ناقص ب زائد جذر دالتا على 2 أ، يصبح يساوي لنا ناقص ب مع ناقص 4 ناقص مع ناقص ب هنا 4 زائد جذر دالتا اللي هو 2 على 2 في ال اللي هو 1، فتصبح لنا كم؟ 6 على 2 ويساوي لنا 3، هذا الجذر الثاني. معناه ما هو تحليل هذه العبارة؟ هذه العبارة التي إذا تقول القاعدة هنا ال أ كم؟ ال أ هو 1، بما أن 1 لا داعي لكتابته، فتصبح لنا هو الحل إكس ناقص الحل الأول، ها هو أمامكم اللي هو ناقص 1، احذروا إذا كان هنا ناقص يصبح لنا زائد، لأن القاعدة تقول إكس ناقص الحل في إكس ناقص الحل الثاني اللي هو ناقص 3. نأتي بعدها أبنائي، بعدما وجدنا هذا التحليل نأتي إلى التعويض فقط، فتصبح لنا هكذا ليميت، انظروا وتابعوا معي، هذه العبارة هي نفسه هذه العبارة المحللة اللي هي إكس ناقص 1 في ماذا؟ في إكس ناقص 3. لو نعود نشر هذه القيمة أبنائي سوف نجد هذه القيمة، حتى لا تقولون أين يأتي بهذه الأفكار، على إكس ناقص 3 لما الإكس يؤول إلى 3، بما أن العملية عملية ضرب فإن هذا يذهب مع هذا، فتصبح لنا تساوي لنا ليميت ماذا أبنائي اللي هي إكس ناقص 1 لما الإكس يؤول إلى 3، نأتي بهذه الثلاثة نعوضها هنا، فتصبح لنا 3 ناقص 1 وتساوي لنا 2، إذن النهاية تساوي لنا 2 فقط يا أبنائي بهذه البساطة فقط. لاحظتم هذه وهذه نهاية موجودة، معناه نهاية الثلاثة هي كم؟ هي الاثنان فقط يا أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.